عدد من سكان الخالدية وجدوا أنفسهم في العراء ليضافوا لتلك الأعداد من المهجرين من بيوتهم وممتلكاتهم بعد أن أقدمت قوة حكومية من بلدية الحبانية على هدم منازل السكان في ناحية حصاب الشرقية بمحافظة الأنبار. اجت البلدية البارحة فلشت، ما خلت لا سياج لا بيت لا كل شيء، كل تجي على الفقير. الفقير يفلشونه والغني ما يفلشونه. هسه احنا يعني وين نروح؟ اني ام شهيد، قطعه ارض ما انطوني للشهيد ولحقونا على هاي. احنا ناحيه حصاب الشرقيه وجموا فلشونا، ما حد يدري، والله انا ببيت ام ايتام اقسم لك بالله ما ادري، اقسم لك بالله ما حد يدري الا جانا تليفون قال رحتم، قلنا وين؟ قال مطلعه مدوريه فوق، ما ندري. جيت هنا والقى البيت مفلشين، يردون يفلشون بيوتنا، بلقونا يعني عاش بلقونا خير نقعد ببيوتنا، يعني يردون يهدمونهم. اي شوف هذول هالعيال مثل ذولا وين اوديهم؟ قلوا لي اي يعني نشحذ من رب العالمين، ما اريد منا. اي قالوا ما يقفون يساعدوننا، خبوا يجون يهدمون بيوتنا. هدم القوات الحكومية بيوت السكان في منطقة الخالدية جاء بذريعة أن البيوت متجاوزة، رغم تأكيد السكان أنها شيدت أمام أنظار الحكومة وبموافقات مبدئية رسمية من بلدية قضاء الحبانية. عالم صار لها سنين، وين كان؟ دفعات رسومات وطلعات البلدية كشفت وبالجي بي اس، يعني العاد ليش من البداية ما قالهم؟ خلهم العالم إلى ما شيد بيوت، هسه تتفطن عاد الشاحوذ؟ هذا مو عمل هذا، ولا الله يرضى بي، ولو مسؤول عندنا احنا انا بس صديقيه ما حد فلش. قبل 5 سنوات وانطونا هاي الوصولات وقصه وصل ب 50,000، واحنا ناس فقراء لا حول ولا قوه. انا مقعد، ابني مريض ومصاب بالصرع وعنده عائله 5 نفرات. قوه مشتركه وفلشت هاي البيوت وغرروا علينا خلال 72 ساعه نرحل. واحنا اهل ديره اهل منطقه، صار لنا اكثر هاي من عاب الجد اكثر من 150 سنه احنا نازلين. مدير البلديه يقول لي خلال، يقول له خذ حلالك وارحل للجزيره. هدم حي سكني باكمله اصبح واقع حال عاشه سكان ناحيه حصيب الشرقيه في ظل حكومات تسيطر عليها احزاب وميليشيات تسعى لمصادره اراضي الفقراء وضمها الى املاك مسؤولين فاسدين، تاركه عائلات عديده في حاله تهجير ووضع انساني صعب.